ننتظر انه تكون يعني الادارتين يعني تجلس مع بعض، خصوصا انه الادارتين فيها ما فيها من اسماء كبيره، خصوصا الموضوع الان في ملعب الزوراء بصراحه، لان اللاعب خرج للاعلام وتكلم قال اني افضل انه العب لي الطلبه زين. لذلك انا ادعو الاخوه في نادي الزوراء انه خلص خلي، خصوصا الكابتن فلاح، خلي يعتبره واحد بعد من ابنائه. يعني احنا من الناس كنا دائما نشدد على عقوبه اللاعبين اللي خالفون القوانين. بس هو أخطأ. أوكي. انا اقول لك اياه هو اخطا، لكن لا يجب استاذ حيدر لازم يتحمل خطأه، لذلك نتيجه ما فعله لازم يتحمل لذلك الخطأ. دائما احنا نرجع للقانون، القانون شنو اللي راح يقرره؟ ايقاف اللاعب خلاص، احنا نحترم القانون وين يوصل القانون احنا وياه، بس حلو. بس مع ذلك انا قلت لك انا ادعو الادارتين الى، وانت جزء من اداره الطلبه خلاص، يعني احنا انت عمليه بالاعلام سيروجونها عمليه استبدال او مداوى بين حسين لاوندي يعني هاي يمكن اذا يعني استاذ جمعه هي اكو هواي حلول، احنا لازم نرجع ايضا لرغبه اللاعب، اللاعب وين تعاقب؟ اوكي احنا هسه كنادي الطلبه دخلنا ويا مثلا بتفاوضات، يعني من الاول ايام احنا ويا مفاوضين، خلينا نعتبر نفسنا نامل انه تنتهي المشكله ويمثلنا اللاعب، وانا على يقين انه بالمستقبل اللاعب بعد ما تنتهي المشكله يعني احنا احتراما حتى لرغبته، انا لاعب بقيمه لا يعاني من اشوفه انه هو خلص يقول انا اريد افضل العب لي الطلبه، لا والله انا ما اعوفه، فبس بنفس الوقت احترم القانون واحترم اداره الزوراء، يعني هاي دعوه من خلالكم انه ننهي هذا الموضوع. لا هو هذا الموضوع لازم